قرار في البدايه يبقى موفق فيه بتديله بقى انطلاقه. ادي لعبه على طول للنادي الاهلي واوفر جوه المنطقه، واول اعلان لعماد متعب عن تواجده داخل منطقه الجزاء، ضربه راس بيطير عليها عند مصطفى جعفر وشادي محمد. مصطفى جعفر بعرض الملعب وخطر، والحضر يمسك على طول. نازل محمد ابو تريكه ويعدي ابو تريكه ويلعبها اماميه وخلفيه من اسامه حسني، انما ما تملاش في رجله، ضعيفه شويه انما فكرتها كويس. وهو وعلى طول قاطع شيكو احمد ابو مسلم، محمد ابو تريكه ويعدي كويس قوي على صدره بمهاره عاليه جدا ويحطها حلوه لمحمد بركات، وخطر. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، واول فرصه حقيقيه. ادي محمد بركات وانطلاقه، واهي وبيطلع دفاع البلديه، ضربه ركنيه من رامي حنفي. اصحاب الحلول، يا خبر ابيض، وفرصه بتروح من مين؟ من محمد بركات. بدلاء البلديه في لقاء النهارده عبد السلام حسن في حراسه المرمى، شريف سمير عثمان، وتتلعب على طول توصل لجلبرتو، يسيبها لشيكو، ماشي محمود شيكو، ماشي ماشي وبيفكر يشوط، وجامده والله نيته ورايح انه هيشوط، وخد قراره شيكو وشاط شويه ويهرب من الرقابه ويستلم ويقرب له ابو تريكه، ويبدا تاني محمد ابو تريكه مع اسامه حسني لابو تريكه ومعدي، وتوصل تاني لاسامه بعرض الملعب لشيكو وبيحطها، خبر ابيض، حطها حلوه قوي محمد ابو تريكه، انما برافو والله يا عطروت عينه عليها وحاطط ايده ومكمل تاني. انما في لعيب من النادي الاهلي الكره طولت محمد ابو تريكه ويحطها تحت رجله، احلى لمحمد بركات وعرضيه، يا خبر ابيض، وجول، جول عماد متعب، الهدف الاول للنادي الاهلي، عماد متعب. قلت لحضراتكم اتحطت لبركات حلوه قوي من المكان المفضل، والعرضيات خطيرة، وبيدخل على طول عماد متعب عشان يتقدم النادي الاهلي في الدقيقة 49. عماد متعب 1-0. اللي بدأ يتحرك بعرض الملعب شوية، ادي بركات، اسامة حسني لمحمد بركات، وحلوة فكرتها كويسة والله، انما محمود شيكو، محمد ابو تريكة، ابو تريكة ماشي ماشي محمد ابو تريكة وخطر، انما عماد متعب كان الوقت اللي بدل الضايع، قلنا لحضراتكم في ربع ساعة. ادي محمد ابو تريكة ماشي وعدى وعدى ابو تريكه وبيحطها لجلبرتو، حلوه، يا خبر ابيض يا ولد العيب، حلوه 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 حلوه، ملهاش حل فعلا، شاطها اتحطت له، اطلق صاروخ وقذيفه حلوه لبلديه المحله من ناحيه اليمين، وضربه جزاء، وضربه جزاء للنادي البلديه. ادي فايت اهو مصطفى جعفر، فايت وبيتحاش، بيتشد من شادي،
وداخل مصطفى داخل وبيصدها الحضري. خبر ابيض يا ولد يا ولد يا ولد، كرة حلوة حلوة حلوة، برافو يا صقر. ما نقدرش نقول حاجة الحقيقة، لعبها له أرضية مصطفى جعفر، إنما واضح إن عصام كان مركز فيها كويس قوي وراح لها اتلعبت له وراح حط ركبته معاها على النادي الأهلي، وقدر عصام الحضري يعيد لفرقته الانتصار والتوازن مرة تانية. محمد بركات ولحظات من التألق الغير عادي يا ولد العيب، لعيب الحقيقة ملوش حل. ودي لعبة لأحمد حسن وبيحطها احلى لابو مسلم بركات تاني، محمد بركات ماشي، بركات ماشي بيخترق ومعدي معدي معدي وبيلعبها. خبر ابيض، حسن بيحاول النادي الاهلي وجوه المنطقه احمد حسن الحقيقه نازل بسم الله ما شاء الله فايق. ودي لعبه لشيكو جامده حلوه حلوه حلوه، بيطلع وائل، احمد حسن على طول بيلعبها لابو تريكا بيحطها لاسامه حسني وفاول، اسامه حسني وفاول لصالح النادي الاهلي، فاول حط جسمه في الكره كويس قوي اسامه وفيها عرقله اهي، انما سمير محمود قال مش مقصوده، سند أسامة في كده أماكن لبعض اللاعبين والنجوم في الملعب بتبقى يعني مكان بيعشقوها. دي لعبة حلوة 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 من شيكو، الشوطة الثالثة للنادي الأهلي من محمود شيكو. أجل تاني من عماد على جنب لشيكو، عماد النحاس، عماد نزل له عماد متعب، من النحاس لمتعب، أسامة حسني، محمد بركات وخدوه هات واسامه وبركات. يا خبر ابيض، وتاني لسه خطر للنادي الاهلي. يا خبر ابيض، برافو يا عبد السلام يا حسن، وضربه ركنيه فاصل من المهارات الخاصه جدا يقدمها وتوصل لبركات، وانطلاقه لمحمد بركات ويعدي ويعدي وبيحطها في مساحة لخالد بيبو، خالد بيبو، خالد بيبو، عدى عدى بيبو بيلعبها. كرة سهلة، بدأ يلاقي الكرة مشيت معاه فبيزودها شوية. محمد أبو تريكة، محمد أبو تريكة يلعبها بعرض الملعب ويقطع على طول دفاع البلدية، إنما توصل تاني لمحمد بركات يا عيني. وعلى طول عالية جوه المنطقة وبره الملعب، إنما مدي فاول، مدي فاول سمير محمود عثمان. فرغالي بيلعبها وعرضيه جول، يا خبر ابيض جول للبلديه لوائل جمعه، وبيحاول النادي الاهلي وعماد متعب وضربه جزاء، وضربة جزاء للنادي الأهلي، ضربة جزاء عملها عماد متعب، أدي وائل جمعة أهو حطها، ومتعب وعايز يلف تاني، بتتعادى أهي مع الفرق الكبيرة. ضربة جزاء، ضربة جزاء كابتن سمير محمود عثمان، داخل عماد وبيلعبها جول جول جول، الهدف الثاني للنادي الاهلي، وتهيص المدرجات وتشتعل 2-1. الحقيقه بلديه المحله في الشوط الثاني قبل بلاء حسن، وقدر يصمد امام هجمات النادي الاهلي وبادل الاهلي الهجمات وجاب جول جميل لمصطفى جعفر في الدقيقه 44، انما خبره لاعب النادي الاهلي رجحت كفته مره ثانيه. وبيصفر الحكم الدولي سمير محمود عثمان
عشان تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي